مين هياكل؟ قمرينو هياكل؟ يا رب تكوني اعتدال. سامح، هيا سامح. ايه يا انش؟ ها؟ عرفت اي اخبار عن اعتدال؟ ما انا عمال اتصل بيك وموبايلك مقفول. يا ابني موبايلات كويسه اهي وزي الفل. اصل بصراحه ما كانش معايا رصيد. بقول لك ايه يا سامح؟ مش ناقصك دلوقتي، مش ناقصه غبائك. ها، في اي اخبار عن اعتدال؟ هقول لك يا ستي، اصل اخو اعتدال عور واد في وشه وجابها له موزه. قام عيلة الواد بقى اللي اتعور قالوا لو حد جه من طرفه او شفنا حد من طرفه هنعدمه العافيه، فعشان كده بقى اعتدال مش عارفه تنزل من البيت. الواد بقى ما جه البوليس بقى وقبض على الواد اللي عور الواد في وشه وجابها له موزه. بوليس؟ يبقى كده مفيش غير حسين هو اللي ممكن يساعدني. ماشي ماشي، غور يا سامح، قصدي سلام، سلام يا سامح. شكرا. هنلاقي اعتدال؟ هنلاقي اعتدال؟ قول لها هنلاقي اعتدال. ميدي؟ قلب امك انت. معلش يا حسين، عشان خاطري حاول تساعدني عشان نفرج عنه. ما اقدرش، انا استحاله اخرق القانون. انا اخرق الاذان وما اخرقش القانون ابدا. طيب يا حسين بالراحه، هدي نفسك، احنا عايزين نفكر مع بعض بصوت عالي. يعني فلنفرض ان انت ماشي في الشارع بعربيتك واخدت مخالفه فاميه مثلا، هتدفعها؟ لا طبعا. اشمعنى دي لا طبعا؟ لان عربيتي مش متفيمه اساسا. وجهه نظر برضه، وجهه نظر، احرجتني. طيب ايه الحل؟ ايه الحل يا حسين علشان اخو اعتدال يخرج؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ان اعتدال تتعادل وتقنع اخوها انه يعمل محضر تصالح مع اهل الواد المصاب. والله انا بعمل كل ده عشان هي العدله الوحيده اللي جات لي. حاضر حاضر، حاول حاول اقنعه يشيل الفاميه، قصدي هكلم اهل المصاب. تمام يا فندم. لا لا استهانم، انا ابني اتعور ولازم يجيبوا لنا فديه، احسن اعوره واخته اللي اسمها اعتدال. لا لا حضرتك، مفيش داعي لاخته اعتدال. خلاص يجيبوا لنا خروف بدل الجرح اللي اتعوره ابني. بصراحه انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، يعني ابنك وشه اتشلفط خالص. لا انا ابني لما اتخانق مع اخو اعتدال ما اتعورش الا خربوش صغير في دراعه. امال ايه الشاش اللي في راسه والخرايط اللي في وشه مولود بيها؟ لا دي امه لما عرفت ان اخو اعتدال علم عليه في المنطقه كملت عليه. ازاي تخلي امه تعمل فيه كده؟ انت مالكيش دعوه بامه. حاضر حاضر، بس يعني انت مش فاهم الموضوع يا حاج. كان خربوش صغير قميص بكم يغطيه، انما امه فضحته في الشارع كده. وبعدين اذا كانت خربوش صغير طلبت فيه خروف فديه، امال امه جابت له ايه؟ 100 ناقه من البعير الحمر؟ جابتلوش حاجه. طيب طالما ما جابتلوش حاجه بقى، يعني اعتبرني في مقام امه وتسهل معايا شويه في موضوع، يعني مثلا نخليهم ارنبين، نخليهم مثلا فراخ، حمامتين، يعني اللي انت عايزه. والله ابدا استهانه، انا استحاله خليك تكوني زي ام الشلحف ده. الشلحف؟ يعني حضرتك تبقى ابو الشلحف. مظبوط. افهم من كده ان احنا خلاص هنتصالح وحضرتك تستغنى عن موضوع الخروف ده؟ انا استغنى عن ابني وما استغناش عن الخروف. الشلحف؟ طب بلاش عشان خاطري انا، عشان خاطر الشلحف. عشان خاطر الشلحف بقى خروفين مش خروف، سنتاحة بقى. سنتاحة وشلحف؟ طيب الخروف الاولاني علشان الخربوش اللي عمله اخو اعتدال، والخروف التاني بقى انا هاخد بيه حقي. اهلا وسهلا يا استاذه انجي، منوراني. اهلا بيكي يا اعتدال، تعالي حبيبتي اقعدي. خلاص يا اعتدال اطمني خالص، انا اديتهم كل اللي هم عايزينه، وهم دلوقتي طالعين على القسم علشان يمدوا محضر التنازل. انا متشكره لحضرتك قوي يا استاذه انجي، انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. تشكريني على ايه بس يا حبيبتي، ده انت اكتر من اختي دلوقتي يا اعتدال. يلا انا هسيبك النهارده ترتاحي خالص خالص، وهستناكي تيجي بكره عشان سي عمر اكيد وحشك وانت كمان وحشتي. ايه يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، في ايه في ايه اعتدال بتلهوتي ليه؟ لا حضرتك، ما انا مش هينفع اجي. ليه بس يا اعتدال، مش هتيجي بكره كمان؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، تاني تاني في ايه يا اعتدال؟ لا حضرتك مش هينفع اجي خالص. يا
اعتدال. ما انا قلت لك ما تقلقيش خالص، ما حدش هيقدر يتعرض لك من النهارده. لا ما هو الحقيقه يا استاذه انجي انا متقدم لي عريس وهو رافض خالص موضوع ان انا اشتغل بيبي سيتر ده، وشكله كده بيحبني الموكوس. يا مامي شكلها هبله. لا بقى لا بقى يا اعتدال، الجوازه دي لازم تبوظ. نعم جوازتي اللي تبوظ يا استاذه انجي، ده انا كسر عليكي بريبليز النضاره دي. لا ده انا جايبه لينسز ب 40 جنيه، ده انا بهدلك. يا مامي انت مش هبله بس، انت طلعتي كمان مجنونه. قعدي ده الحرام عليكي، الجوازه تبوظ بدل ما كل حياتي هي اللي تبوظ. بصي يا استاذه انجي اهدي كده واسمعيني، الجدول اللي انا عامله لكم هتمشوا عليه بالمظبوط، هيبقى عندك مشكله واحده بس في سي عمر. لا سي عمر مش قد كده، سي عمر قد كده. ما هو سي عمر اللي قد كده هو اساس المشكله اصلا يا اعتدال. بصي يا استاذه انجي انا برضو ليا راي في الموضوع ده، انت من دلوقتي تستثمري فيه، تجيبي توك توك صغير كده وتشغليه عليه. ليه بقى؟ لان هو سنتين ثلاثه بالكتير وتلاقيه بيشكل في فرح بلدي في كعبيش. يتشنكل ازاي؟ مش فاهمه. لا يا استاذه انجي يشكل يعمل كده يعني. يشكل ايش تقولي؟ طيب يا حبيبتي، وانت الحاله دي كانت بتجيلك كتير وانت مع العيال في البيت؟ لا يا استاذه انجي ما تلاقيش، انا كنت مسيطره. لا طالما كنتي مسيطرة تمام. اوكي يا اعتدال، مش الحمد لله انا طلعت بالعيال سليمة، الحمد لله. سلام يا اعتدال. عسلامة زين. سلام، ربنا يهدك. سلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا مغاوري. يعني انسة اعتدال ما جاش بقاله يومين، خير يعني؟ لا ما هي خلاص مش هتيجي تاني. الله، طب وهتعملي ايه في اسم النبي حسوسي قمر الصغنى؟ والله ما انا عارفه يا ام السعد، انا محتاسه. طب اقول لك ايه رايك اخده معايا في الحضانه اللي انا اتوظفت فيها. ايه ده يا ام السعد، انت اتوظفتي في حضانه؟ امال ايه، وظيفه زي الفل. طيب والحضانه دي فيها السن الصغير قوي ده، فيها بيبي كلاس؟ دي مليانه بيبي كلاس. كويس. وهي بالمره تاخده في ايدها وهي رايحه وتخلي بالها منه طول اليوم وترجع بيه. بس معلش يعني ان كنت اخواتي اتحاسبوا، التليفري حساب تاني خالص. التليفري واخوات؟ طيب وتطلع بكام بقى الحضانه دي في الشهر؟ كلام فاضي والله يا ست انجي، 5000 جنيه بس. 5000 عفريت لما ينططوك؟ ايه 5000 جنيه دول؟ يعني ايه هو هيتخرج دكتور؟ خلاص يا ستي بلاش، وفري فلوسك واقعدي جنب منه. امال 5000 دول عدوا فلوس؟ خلاص سمعت كلام الناس كلها، ما جاتش عليكوا يعني، وهو يوضع سره في ام السعد. كملي المثل يا ست انجي. وفي مغاوري جوزها طبعا. ايوه كده، سامع يا متخلف. اذا كنت هدفع لك 5000 دلوقتي يا عمر، هدفع لك ايه لما تروح الجامعه؟